نائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ لجنة الدفاع والأمن القومي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك. طبعا أنتوا الاثنين مجلس الشيوخ يعني الثينك تانك بتاع مصر. أنتم متعمقين جدا في مناطق كتيرة، وبالتالي مجلس الشيوخ هو اللي بيقدم الفكر أو بيدرس الأبعاد مختلفة، بخلاف يعني المشرع بيعتمد على الأبعاد اللي حضراتكم بتقدموها في أي حاجة علشان يبدأ التشريع أو يبدأ النقاش في التشريع. حدثنا عن الحوار الوطني، حدثنا عن دور تنسيقية شباب الأحزاب في الحوار الوطني. هبدأ بحضرتك، أنا عارف أن أنتوا استعديتم وعملتم، قل لي عملتوا إيه ومركز فيه. خليني في البداية أشكر حضرتك على المقدمة الجميلة والشهادة في حق التنسيقية وفي حق الشباب زملائنا وكان اللي بنفخر بيه. الحقيقة التنسيقية خلال الأشهر الماضية ومنذ إطلاق السيد الرئيس للدعوة في شهر أبريل الماضي اشتغلت على أغلب المحاور وأغلب الموضوعات اللي كانت مطروحة للنقاش على الأرض. يعني الحقيقة الزملاء في التنسيقية لفوا على الجامعات المختلفة، الجامعات الأهلية والخاصة والعامة، في جلسات، في حوار مفتوح مع الشباب، مع الطلبة، إيه مشاكلهم بشأن الحوار الوطني. نواب التنسيقية وأعضائها عملوا جلسات في دوائرهم المختلفة مع المواطنين، جلسات مباشرة لمعرفة إيه هي أفكارهم ومشكلاتهم وإطراحاتهم، وهو ده اللي التنسيقية هتقدمه. يعني عودة إلى سؤال، التنسيقية هتشارك بإيه في الحوار الوطني؟ هتشارك بالمادة اللي جمعتها من سواء الشباب، لو اتكلمنا على محور الشباب وكان في مناقشات واسعة كان ليه الشرف إن أنا شاركت فيها، فيما يخص الأنشطة الطلابية. الحقيقة الشباب في الجامعات قدموا مقترحات خطيرة جدا، وتاخد الأنشطة الطلابية دي في حتة تانية خالص، ترتقي بيها، وده هيخش في ملف التعليم وتطوير الشباب بشكل مباشر، وتخلق فرص عمل وريادة أعمال لهؤلاء الشباب بشكل لا متخيل. فالحقيقة التنسيقية عملت على تجميع الأفكار والرؤى والأطروحات من الشارع المصري ومن الفئات المختلفة خلال الفترة الماضية عشان نروح نقدمها إن شاء الله داخل جلسات الحوار الوطني، وبالأخص كمان المحور السياسي. يعني هي تنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين بالظبط، فبالتبعية كان فيه اهتمام خاص بالمحور السياسي عن طريق المنتديات الداخلية داخل التنسيقية. رؤية شبابية في مستقبل السياسة في مصر ولا طلب بتغييرات كبيرة؟ يعني اديني ملامح كده بسيطة. احنا كان لينا السبب ان احنا كنا عملنا حوار مجتمعي من عامين، وكنا تقابلنا مع كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والشخصيات الطبيعية والقيادات الطبيعية، وعملنا بيها رؤية حول الانتخابات بشكل عام، كان انتخابات البرلمان وانتخابات المحليات، وقدمناها ساعتها للسيد رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال من 3 سنوات. والنهاردة وإحنا بنتكلم على إصلاح سياسي أو تنمية سياسية ومحور سياسي داخل الحوار الوطني، استعدنا هذه الرؤى وحطينا الأفكار اللي نبعت من الشباب، سواء في تطوير قانون الأحزاب السياسية، تطوير شكل النظام الانتخابي، وما إلى ذلك من موضوعات سياسية، وكله أنتوا جايبينه من أرض الواقع وبناء على نقاشات، بناء على الأطروحات والنقاشات وورش العمل اللي التنسيقية عملتها بعد كده عشان ننقع هذه المقترحات. يعني احنا بنتكلم في حوالي 1200 جلسة مباشرة، فالمنتج اللي جاي منهم كان منتج هائل. التنسيقية حاولت انها تجمع هذه المقترحات وتنقحها عن طريق ورش وجلسات عمل متتالية وصالونات خلال الفترة الماضية ناقشت فيها القضايا المختلفة، وقدرت انها توصل لتوصيات تكاد تكون نهائية في كل القضايا المطروحة. احنا عارفين ان ما يزيد عن 100 قضية اعلنت عنهم الامانة الفنية، 113 قضية اعلنت عنهم الامانة الفنية هنتناولهم داخل الحوار الوطني. اكاد اجزم ان ال 113 فيهم اوراق عمل لمشروعات ومقترحات مقدمة من الشباب داخل التنسيقية.